ما المطلوب من المكون العسكري أكثر من الآن رمي الكرة في ملعب القوى المدنية وفي ملعب المعارضة ومن خلال مطالبتهم بتشكيل حكومة؟ يعني أعطاهم الآن هدية على طبق من ذهب، كأنه هكذا ظهر الأمر، أو تفسر لنا كيف ظهر؟ خليني بس أعود إلى الخرطوم. دكتور عماد الدين، أهم قرار أعلنه البرهان أمس بتقديرك ما هو؟ أهم قرار أنه يعني انسحابه من المشهد السياسي بالكلية. ذكر بأن الجيش سيكون مهمته هو الأمن والدفاع، إذن مهمة القوى السياسية، وسينسحب أيضا من التفاوض، من التفاوض الذي ستقوده الآلية الثلاثية. وذكر بأن يا أحزاب يا سياسية يا سوداني عليكم بالجلوس والتوافق وتقديم من هو أهل حكومة كفاءات وطنية بفترة انتقالية حسب ما ترونه، ومن ثم انتخابات. في تقديري أن البرهان يعني ظاهريا يعني أعطى 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 الأحزاب السياسية جملة لا تفصيلا، جملة المشهد السياسي برمته، وحملها مسؤوليته، وانسحب هو وعسكره إلى من؟ إلى أين؟ إلى مهمتهم الأساسية، ألا وهي الأمن والدفاع للسودان. إذن ما يجب على القوى السياسية فعله هو إما التوافق فيما بينها وتقديم من هو أهل إدارة البلاد، من ثم تنظيم انتخابات، أو هو يعلن انتخابات من ثم الفائز يفوز فيها. لأنه يعني في تقديري أن مسألة الاتفاق الذي تم مع الحرية والتغيير كانت فيها أخطاء كثيرة من الجانبين ومشاكسات ظاهرة جدا من الحرية والتغيير، مما أدت يعني إلى تعقيد الأزمة أو المشكلة السياسية. وقام البرهان بقرارات اللي هي قرارات 25 أكتوبر فيما يظنها البعض انقلابا، وحسب تعريف العلوم السياسية أن هذا ليس انقلابا، من ناحية أكاديمية هذا ليس انقلابا. انقلابا على من؟ انقلابا على من هم كانوا شركاء، لكن ليس انقلابا من النواحي السياسية. النواحي السياسية تقول أن الشرعية هي بالانتخاب، لا غير، الشرعية بالانتخاب. أما الشرعية الثورية اللي هي الشرعية الشارع، هذه الكل يقول أنني خرجت في المظاهرات وأن لدي قاعدة، هذا لا يمكن أن تقيسه ولا يمكن أن تمسكه. إذن الشرعية هي بالانتخاب، أما الشرعية الثورية فلا أحد يستطيع أن يمتلكها أو يدعيها. تمام دكتور. طيب، العديد من النقاط